عشان في ناس مش هتحضر المشكلة عادي يا شباب انا شرحت لكم حاجتين روماتيك فيفر وحط فين روماتيك فيفر محاضره بس ما فيهاش حط فين يا نور ماشي يا شباب تمام الاسئله عايزين نظام الاسئله السيمتومز هتبقى باينه خالص تعرف بيها الاكيوت سيفير ديسنيا وانسوميا وباروكسيزم نوكتورنال ديسنيا سيفير تعرف ان الاكيوت ماشي ديسنيا وانسوميا وباروكسيزم نوكتورنال دخلنا ايه في الكرونيك والكرونيك ده عندنا حاجتين دي هما سيستوليك ودايستوليك بنعرفهم بالاجكشن فراكشن اللي الاجكشن فراكشن اقل من 40 سيستوليك يبقى سيستوليك الاجكشن فراكشن اكتر من 40 يبقى دايستوليك ده له تريتمنت وده له تريتمنت طبعا ده اللي هو الاقل من 40 اللي هو سيستوليك بارت فيلير ده لازم نعرف الستيج بتاعته ايه ستيج واحد اي بي سي او اللي يخلينا ايه والبي والسي والدي خلاص ده اللي هو ايه الاي سي سي اي اتش اي كلاسيفيكيشن الاي اللي هي هارت فيلير ايه ده ريسك فاكتور بس عنده ديسليبيديميا مش كده عنده هايبر تنشن عنده اوبيزيتي سموكر ده التريتمنت بتاعه بيبقى ايه تريتمنت اوف ذا ريسك فاكتور واذا كان الريسك فاكتور بيحتمل التريتمنت اوف بالانجيوتنسين كونفرتنج زي البروبيتا بلوكر بنعالج بيه يعني اذا كان عنده هايبر تنشن محتاج علاج بيهم بنعالج بيه انما اللي هو ريسك فاكتور يعني حاجه زي ديسليبيديميا حاجه مثلا زي السموكينج هل دول محتاجين اديله انجيوتنسين كونفرتنج انزيم ده مش محتاج انما اذا كان هارت فيلير وات ايفر يعني اي حاجه في الهارت محتاجه تعالج بالانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور او البيتا بلوكرز بعالج بيه ماشي يا شباب يعني لو جه قال لك ده سموكر مش محتاج بيتا بلوكر ولا انجيوتنسين كونفرتنج انزيم عنده ديسليبيديميا بس يبقى مش محتاج انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور ولا بيتا ماشي يا شباب ده اللي هو ستيجي وستيجي ايه ده ريسك فاكتور ما عندوش سيمتومز في الهارت ماشي ستيجي بي ده عنده ستراكشر هارت ديزيز يعني ايه يعني عنده هارت ديزيز مايوكارديال انفاركشن عنده هايبرتنشن وعامل ايكو والايكو طلع من تريكلر هايبرتروفي المشكله مش في الهايبرتنشن هايبرتنشن بس لوحده ده ريسك فاكتور لما هايبرتنشن مع هايبرتروفي نيفروبيتريك ده بقى ستراكشرال هارت ديسيز ده ديسيز في الهارت ماشي طب لو جه قال لك مفيش حاجه من دول خالص جه قال لك بس الداتا اللي اديها لك قال لك الايجكشن فراكشن اقل من 40 وما بيشتكيش من سيمتومز ده ستيج ايه؟ بي اي ولا بي؟ بي ستيج بي ليه؟ لان الايجكشن فراكشن اقل من 40 معناه ان في حاجه في الهارت ماشي يا شباب ده معناه ان في حاجه فين في الهارت يبقى ده ستراكشرال هارت ديسيز ده ستيج بي فالستيج بي ده ستراكشر هارت ديسيز بس لسه ما فيش سيمتومز مع الوقت ممكن يعمل سيمتومز يبقى دخل في ستيج سي انما ايه ستراكشر هارت ديسيز وداوت سيمتومز ماشي يا شباب ده الستيج بي الستيج بي ده بيتعالج بايه انجيوتنسين بتاخد انجيوتنسين كونفرتنج انزايم انهيبيتورز او لو بيجي جاله منها كاف ياخد انجيوتنسين ريسبتور بلوكر زائد بيتا بلوكرز الا لو في كونترا انديكيشنز ماشي ايه الكونترا انديكيشنز بتاعت الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور؟ بريجنسي بريجنسي بايلاترال ارتري يبقوا ثلاثه هي بايلاترال ارتري ستينوزس بعض الكتب هتلاقيها مكتوبه ده بريكوشن وبعدها كونترا خلينا ثلاثه كونترا انديكيشنز الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم
pregnancy, bilateral renal artery cirrhosis, angio edema. ماشي دول ثلاثة كونترا انديكيشنز اللي هو انجيو تنسنج كونفرتنج انزيم انهيبيتور. وريسبتور. وريسبتور بلوكر. خلاص يا شباب بريجنسي بايلاترال رينال ارتري ستينوزيس انجيو اديما. للاثنين انجيو تنسنج كونفرتنج انزيم انهيبيتور والبلوكر. اما امتى اما الانجيو تنسنج كونفرتنج انزيم انهيبيتور يعمل كاف بس بدي اداله البلوكر. انجيو تنسنج ريسبتور بلوكر. مفهومة دي؟ ماشي يعني لو جه قال لك مثلا واحد عنده ايجكشن فراكشن اقل من 40 ماشي وما بيشتكيش من سيمتومز خالص بترجمها على طول لستيج بي العلاج ايه اثنين بيتا بلوكر وانجيو تنسنج كونفرتنج انزيم انهيبيتور او ريسبتور بلوكر بروفايدد ان ما لهمش كونترا انديكيشنز ايه الكونترا انديكيشن بتاعت الانجيو تنسنج كونفرتنج انزيم انهيبيتور او الانجيو تنسنج ريسبتور بلوكر الثلاثه اللي قلناها لو خد الانجيو تنسنج كونفرتنج انزيم انهيبيتور قال لك جاله كاف منه يبقى اديله انجيو تنسنج ريسبتور بلوكر كاف بس ماشي يا شباب طب ايه الكونترا انديكيشنز بتاعت البيتا بلوكرز اكيوت هارت فيلير نمره واحد اكيوت هارت فيلير نمره اثنين حتى لو كرونيك ومعاه قديمه كتير ليه؟ ريتنشن لان البيتا بلوكرز قبل الريتنشن بتعمل ايه؟ البيتا بلوكرز نيجاتيف ايونوتروبيك ايجنتس نيجاتيف انوتروبيك ايجنتس هتضعف الفورس اوف كارديا كونتراكشن يبقى هتزود ايه السيفيريتي بتاعت الهارت فيلير احنا كونتر انديكيشن اكيوت هارت فيلير او اللي بيسموه دي كومبنسيتد هارت فيلير عنده ايديما زياده عنده فلويد ريتنشن عنده ايديما زياده عنده ديسنيا جامده اورثوبنيا جامده باروكسيزمال نوكتورنا ديسنيا الحاجات دي كلها دي كونتر انديكيشن بيتا بلوكرز الحاجه الثالثه اللي هي سيفير برادي كارديا او هارت بلوك حاجه الرابعه رياكتيف اير واي رياكتيف اير واي ديزيز يعني ايه رياكتيف اير واي ديزيز يعني عنده ماشي يا شباب يبقى احنا دول اربعه كونترا انديكيشنز للبيتا بلوكرز ما نديش البيتا بلوكرز هندي ايه ده هنسيبه الخطوه الجايه خلاص يا شباب واضح كده السي جي سي دي عباره عن ايه سيمبتومز السي جي سي ده ابتدى يظهر سيمبتومز سيمبتومز دي بتتعالج ازاي بياخد زي ستيج بي دايوريتيك دي فلو حسب السيمبتوم ديسنيا دايوريتيك إديما يقول لك مثلا اورثوميا باروكسيزمال نوكتورنا ديس كل دول حاجات بتاعه كونجيشن خلاص كونجيستد نيك فينز كل دي حاجات بتاعه ايه الايه فلويد اوفرلود زي ما بيسموها لو ديسنيا يبقى الفلويد اوفرلود مأثر على اللنج اورثوميا الفلويد اوفرلود مأثر على اللنج الباروكسيزمال نوكتورنا ديس الفلويد اوفرلود مأثر على إديما ليفر انلارجمنت كونجيستد نيك فينز دول فلويد اوفرلود مأثر على السيستم كل دول فلويد اوفرلود نعالج بايه؟ بالبيروسيمايد على طول ماشي؟ لو ما كانش فيه ريسبونس للبيروسيمايد نعمل ايه؟ بنضيف عليه ميتولازون الدوستيرون ده جاي بعد نضيف عليه فيازايد دايوريتيك اللي هو ميتولازون ماشي؟ او نزيد الجرعه نعم نزيد الجرعه يعني احنا اللي هقول لكم حكايه الجرعه دلوقتي نعم؟ ميتولازون ده فيازايد لوحده اللي في الارت فيلير في زايد لوحده ملوش رول غير في ستيج ايه لو هايبرتنشن بس لا فيروسومايد لوحده لو قال لك مفيش ريسبونس الفيروسومايد ضيف عليه ميتولازون ميتولازون افضل خيار ميتولازون اللي هو ثيازايد اورال دول كلهم اورال معاني كرونيك هارت فيلير اورال الاكيوت هارت فيلير او سيفير بالمونري اديما ده بتدي الفيروسومايد انترافينس ماشي يا شباب يبقى احنا الستيج سي بندي البيتا بلوكر وانجيو تنسنج كونفرتنج انزيم انهيبيتور او ريسبتور بلوكر بلس دايوريتيك لو قال لك في ايه مانيفستيشنز اول اوفر سواء في اللنج تعمل لك ديسنيا اورتوميا باروكسيزمال نوكتورنا ديسنيا او سيستيميك تعمل اديما لارج الليفر وكونجستد نيك فينز كل دول مانيفستيشنز فلويد اوفر طيب ايه تاني ممكن نضيفه على اللي هو الانجيو تنسنج كونفرتنج انزيم انهيبيتور والبيتا بلوكر في عندنا كمان ايه؟ اللي هي الدوستيرون انتاجونز لا في انديكيشن برافو عليك الدوستيرون انتاجونز ده بيضاف مهم قوي قوي ممكن نعمله كاديشن وممكن نبتدي بيه من الاول مع العلاج ممكن ابتدي بيه من الاول مع الانجيو تنسنج كونفرتنج انزيم انهيبيتور والبيتا بلوكر لو هو بوست هارت فيلير بوست مايوكارديا ماشي؟
او الدايابيتك. ممكن في الدايابيتك فبنبتدي من الاول مع البيتا بلوكر، يعني ايه ده من الستاندرد ريجيمين في الاول مع البيتا بلوكر. على فكره البيتا بلوكر والانجيوتنسين كونفرتينج انزيم ده بيسموه الستاندرد ريجيمين اوف تريتمنت اوف هارت فيلر. مع الستاندرد ريجيمين الاولاني بندي اندوسترون انتاجونست زي سبايرونولاكتون لو في مايوكارديا او اذا كان ايه البيشنت دايابيتك. انما ممكن ادي اديشن يعني بعد ما ادي البيتا بلوكر والانجيوتنسين كونفرتينج انزيم لو ما جابوش نتيجه اضيف عليهم ده سبايرونو لا ماشي. يبقى ممكن من الاول مع الستاندرد تريتمنت او ممكن كونديشن. نعم في دايابيتك هو الاندوسترون انتاجونز ده بيقولوا له انتي اوكسيدنت افكت. انتي اوكسيدنت يعني ايه؟ يعني ضد الفري راديكالز، عشان كده بيعمل بروتكشن اجينست الفري راديكالز، عشان كده بيدوم على الدايابيتك. بس هو مينلي الحاجات دي كلها جت من الدراسات، يعني التفسير هنقعد نتكلم في حاجات كتير وممكن ما تبقاش ايه دقيقة. بس هو ده مين اللي جت من الايه الهارت فيلير بالذات من الابيديميولوجيكال ستادز ماشي، من الايه الدراسات اللي هي الميدانيه يعني. خلاص يا شباب ده اول حاجه ايه ممكن يستخدم مع الستاندرد تريتمنت وممكن يستخدم كاديشن. تاني حاجه ايه؟ رازيد 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 دي ممكن زي الايه؟ الاندوسترون انتاج ممكن نبتديها من الاول ممكن نبتديها اديشن. نبتديها من الاول امتى؟ لو كان الانجيوتنسين ممنوع الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور او الانجيوتنسين ريسبتور بلوكر كونترا انديكيتد بديل ده من الاول. ممكن اديشن لو اديت الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم ما جابش نتيجه ماكسيمال دوز وما جابش نتيجه اروح طيب ده. يبقى دول حاجتين يا اما ابتديهم من الاول كستاندرد تريتمنت يا اما ايه ابتديهم كاديشن. من الاول كستاندرد تريتمنت ده بضيف على الايه بيتا بلوكر والانجيوتنسين كونفرتنج انزيم في حالات الفوست ما يفضل. انما ده بدي الون بدال الايه البيتا بلوكر او الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم ده في الستاندرد تريتمنت. ممكن يبقى اديشن لو العلاج ما جابش نتيجه. ممكن بدال بيتا بلوكر بدال ايه بيتا بلوكر دول ده فازو دايليتور طب مش شامل بدال الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم بس انجيوتنسين بس ما ينفعش بدال بيتا بلوكر. بيتا بلوكر ما لهاش بديل لو مش محتاجينها ما ناخدهاش. ثالث حاجه ادي نيتروبيك ايجنت اديشن هو اديشن مش لا ده مش شرط في الاكيوت لا الجوكسين ده اديشن على الحاجات الثانيه اذا ما جابتش نتيجه يعني السيمتومز موجوده لسه يبقى لازم الجوكسين ده في السيمتوماتيك ما ينفعش يتاخد في ستيج بي سي ما ينفعش وما فيش نتيجه سايد افكتس بتاعته ايه عارفين يا شباب ولا مش عارفين؟ على الهارت والسينس وال الهارت والسينس والجاي على الهارت والسينس والجي اي تي كارديك اكسترا كارد نعم كارديك اكسترا كارد برافو عليك. كارديك اكس تعرفوا السايد افكت بتاعته عارفين الديجوكسين ده اما بنديه بنعرف توكسيستي ازاي ولا ما مش عارفين؟ الاي سي جي توكسيستي بايه؟ بالاي سي جي الانيزميا تعرفوا نعمل مونيتورنج للكيوتي تعرفوا ايه التست اللي نعمل بيها مونيتورنج لكل حاجه ولا ما تعرفوش؟ الكيوتي لا ده الديجوكسين مش الكيوتي الديجوكسين ده بالبي ار بي ار الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتورز والانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز التست اللي نعمل بيها مونيتورنج ايه؟ انجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور والانجيوتنسين ريسبتور بلوكر التست بيعمل مونيتور مهمين اثنين غير الكلينيكال التست برافو عليك واحد البوتاسيوم اثنين رينال فانكشن بولي سي جي ماشي بوتاسيوم ورينال فانكشن دول بنعمل بيهم مونيتورنج للانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهيبيتور وريسبتور بلوكر الديجوكسين البي ار انترفال والبوتاسيوم لان الديجوكسين بيعمل هايبوكاليميا ولا هايبركاليميا هايبر انا اطلع برا هايبر هايبر ازاي هايبر 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 البوتاسيوم جوه فبيخليه برا فيزيد برا صح ولا بيعمل هايبوكاليميا هايبر طيب خلاص يا شباب كده ناخد اكزامبلز هيجي لك يقول لك مثلا ايه ده بيشنت
ده بيشنت عنده هدي لك مانيفيستيشن بتاعت اي ستيج من الهارت فيلر. ماشي. الايدج مش بيهمنا قوي في الهارت فيلر. انما لو خدنا مثلا عنده ايه؟ فنتريكولار هايبرتروفي. ماشي؟ خلاص؟ والايجكشن فراكشن مثلا الايه؟ 45%. بس خلاص لو جينا قلنا ان ده مريض كان عنده بايكارديا فانكشن خلاص وعنده ريجكشن فراكشن سيستوليك قول لي نمره واحد التريتمنت بتاعه نمره اثنين لو حصل التريتمنت ده هو ريسبونس طب اكيوت او كرونيك دكتور جبنا سيره قديمه جبنا سيره سيبيل لا بس جبنا ما هو خلينا ايه تيجي كده يعني على طول احنا ما بنقدرش نجي لك كل ده لان دي فيري شورت كيس لحظه دي فيري شورت كيس يعني انت تذكر الحاجه اللي بذكرها هي دي اللي تاخدها الحاجه اللي مش موجوده تبقى مش موجوده كويس ماشي مش عاوز اقول لك نو ونو وعنده يعني فاهمني اللي فيه ده عنده مايوكارديا فانكشن وايجكشن فراكشن اقل من 30% عالج الهارت فيلر بما انه دكتور ستيج بي انا عندي الحين ستيج بي راح ادي انجلينز كونفرت انزايم انهبيتر او ريسبتر بلوكر مع بيتا بلوكرز وندي معاه بيرنون عشان ما يفاد انفكشن ندي برافو عليك ندي معاه سيرون لاتون او ابلي رينون عشان بص ما يفاد يبقى هنا تريتمنت ثلاث حاجات ماشي اثنين منهم بتوع الهارت فيلير ده الستاندرد ثالث عشان عنده مايكارديال انفكشن ده ستيج بي ما فيش سيمبتوم لا ما فيش سيمبتوم انا مش كاتب لو كتبت لك زي القديمه يبقى دخلنا سين لو كتبت لك زي الديسنيا يبقى دخلنا سينتومز باروكسيزمال نوكتورنيا ديسنيا سين ايزي فاتيجابيليتي كل دي سينتومز ماشي لما اذكر حاجه من دول خد الداتا اللي موجوده ماشي يا شباب يبقى دي ايه الحاله الاولانيه من غير دول دي ستيج بي هارت فيلير ليه؟ لانه عنده ستراكشرال ديسيز نتيجه المايوكارديال انفكشن ولكن نفسه ما عندوش سينتومز يبقى ده ستيج بي هارت فيلير يبقى العلاج الستاندرد تريتمنت بتاع الهارت فيلر اللي هم الحاجتين بيتا بلوكر انجيوتنسين كونفرتك انزايم انهبيتور او انجيوتنسين بوست وعشان هو بوست مايوكارديال انفكشن كل حالات الهارت فيلر مع البوست مايوكارديال انفكشن رجعت بس اي تريتمنت بيرضى لازم اضيف عليها ايه الالدوسترون انتاجونست او سبيرون لاكتون او ابليرينون يعني زي ما افرض نو ريسبونس الانجيوتنسين اضيف حسب الالدوسترون لو لو ما ينفعش وقفت على اخر الدور انا لفته خلاص هو مفيش ريسبونس على اخر الدور ماكسيمال يعني هو طبعا هنا بيفترض انك انت بتدي الماكسيمال موضوع الدوز يا شباب موضوع الدوز انك انت المفروض في الحالات الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم نيبدو انجيوتنسين ريسبتور بلوكر بتبتدي بلو دوز وتزود الدوز جرادوال لغايه ما توصل للماكسيمال دوز من النص لحد فين ماشي وصلت الماكسيمال دوز ماكسيمال دوز بتاعه اللايزينوبرين كام 20 الى 40 وصلت الماكسيمم دوز بتاعت اللايزينوبرين هتعمل ايه؟ اضيف يعني انا قلت لك ادينا الستاندرد تريتمنت خلي بالكوا كلمه الستاندرد تريتمنت شامله الدوز ستاندرد تريتمنت يعني اديت التريتمنت بالايه بالريكومنديشنز بتاعته يعني وصلت الماكسيمم دوز تعمل ايه؟ اضيف في اوريدي طبعا الستاندرد تريتمنت او او هيدروزا ممكن كويس احنا قلنا الاضافات كان عندنا ثلاث حاجات الدوسترون انتاجونست موجود فازو دايريتور زي النيتريت هيدرالازين والديجوكسين ماشي فبضيف ايه نيتريت هيدرال اللي يكتب ديجوكسين مش هتبقى غلط بس عشان الميكارديا فانكشن مش المفروض ياخد ديجوكسين بس اذا كتبتوها مش غلط المهم ان يبقى في ايه تعرف ان ما جاش نتيجه الستاندرد تريتمنت يبقى فيها اديشن والاديشن حاجه من ثلاثه يا الدوسترون انتاجونست فازوديليتور زي الهيدرالازين نيتريت يا عاده بنضيف الهيدرالازين نيتريت ماشي يا شباب لو جالك الحاله دي معايا ايزي فاتيجابيلتي قال لك ده ايزي فاتيج وديزنس دخلنا ستيج ايه سي ليه؟ لانه عنده ستراكشر هارت ديزيز وعنده سي
العلاج ايه؟ دايريتك لا دايريتك نفس اللي عندها جيما وديسني ماشي حاجه انا قلت لك دول ودي اسمها تيجا بلا انا شلت دي ذكرت اكتر من شلت دي شلت القديمة لو في قديمة هنا دي في الدايريتك انا ما دام فيش قديمة طب نفس هو نفس التريتمنت ماشي الدايريتك لو في قديمة ماشي او الفيوريسمايد لو في قديمة مفيش قديمة ما ياخدش الفيوريسمايد بس حاجة ممكن نعم. بعضهم يقول كنتينيو دايريتك لو بياخدوا لان انا بقول لك ما بياخدش خلينا في الحاله اللي قدامنا الحاله اللي قدامنا ايه ما تفكرش في اي حاجه تانية الحاله اللي دي الحاجات اللي موجوده الحاجات التانية كاني كاتبها كلها وكاتب لك قدامها نيجاتيف كويس ماشي طب لو جه قال لك كده فيوريسمايد ياخد العلاج ده عنده الحاله دي عنده قديمه وبياخد الفيوريسمايد طيب يعني في مانو ريسبونس فيوريسمايد اعمل ايه يا الله زود الميتازون اضيف عليه الميتازون فايزاك دفع يا زاك طب جرعه عطر طبعا قليله احنا انا بقول لك ستاندرد تريتمنت ده معناه انه بياخد ايه وصل وصلنا للماكسيمم ماكسيمم دوز يعني ده نابع الطريقه ريكومند لاكس ده سايزاك يتعدى عادي ماكسيمم نعم سايزاك عادي ماكسيمم السايزاك بتدي كل حاجه بتزودها جرادوال ماشي بس انا بقول لك هو واخد ايه دوم مع الفيوريسمايد بالستاندرد ايه؟ لا اقصد لما اضفت ال اضيف البيتو لازم اصل الماكسيمم نوصل للماكسيمم مفهوم يا شباب كده؟ دكتور اذا اضفت الدراج الاولاني اقلله ولا على الماكسيمم دوز؟ الايه؟ يعني زي هنا لو اضفت لا لما توصلت الدوز ما تقللهاش بقى خالص الدوز اللي وصلت لها ما تقللش ماشي حاجه ثالثه لو جه قال لك كده ده ايجكشن فراكشن 20% زائد سيفير اكيوت ايه مثلا اكسجين دايوريتك ثلاثة دايوريتك فيروزومايت ترافينس فيروزومايت أربعة فازودايليتر صوديوم نيتروكسيد صوديوم نيتروكسيد أو هيدرازين نكتب كده صح نكتب خمسة أنيتروبيكيت أنيتروبيكيت دوبيتامين دوبيتامين دوبيوتامين ليه؟ بوزيتيف نوتروبيك ايجنت بيشتغل على البيتا 1 ماشي يا شباب في مشاكل لحد دلوقتي؟ طيب في حاله لو جالك قال لك طيب مش مفتاح عليا مايوكارد انفكشن يعني اي ستراكشر هارت ديسيز الاجكشن فراكشن 20% ده ستيج ايه؟ ده ستيج ايه؟ بي لو ضفنا عليه زائد الاي قديمه صار سي سي قديمه ماشي زائد مثلا ايزي فاتيجا بس ستيج سي العلاج ايه؟ نفس الاول ولا سيلزن او ريسبتر بيتا بلوكر بيتا بلوكر في كلام هنا بقى ايزي فاتيجا لا عشان القديم يعني ده دي كومبنسيت طيب قلنا بالاول ماشي ده دي كومبنسيت خلاص فاحنا بندي الدايوريتك نهاية البيتا بلوكر مش هنحسبها له غلط بس لازم تبقوا عارفين بيتا بلوكر بتجي لكم مرسيد ما بتنفعش عشان القديمة او عشان ليزي في كبير عشان البيتا بلوكرز قتال قتال الفلتي يعني ديكريز هارت كونتراكت ما دام قللت الهارت كونتراكتيليتي يبقى مش دي هتزيد يعني دكتور اذا كان في قديمة ما فيش اذا كان في زفت مايلد قديمة ما فيش مشكلة سبير كانجس انما لو في قديمة جامدة قال لك في ماركت قديمة خلوا بالكم هي العمليه عمليه الفاظ سيفير اديما وسيفير ديسنيا وارسوبنيا وبروكسيميا لا اكيوت ماشي انما يقول لك بقاله ست شهور مثلا او سنه وعنده اديما عنده ايزي فتيج ده مش اكيوت طبعا ماشي الاكيوت جاي لك ايه في خلال ايام طب لو ذكر اديما كده بدون لو ذكر اديما لو ذكر لو ذكر اديما يبقى مش اكيوت لا لا اكسد كرونيك
بيتا بلوكرز لو ماركت قديمة في الكرونيك ما ينفعش لو ما ذكر شيء بقال قديمة فقط لو قالك قديمة خلاص بس ذكر ايزي فتكبيرتي يعني بوينت هو يعني هو ما دام في سيمتومز يبقى ده دي كومبلسيشن صح انه ما بياخدش بيتا بلوكر لان ده يبقى ستابلايز ماشي طب نزود هنا الدسترون اقول ده ما دام في مايوكارديا انفاركشن يبقى لازم الدسترون وادجو تاسي كومبلتك ازاي انهيبيتور ودايركت ودايركتر نعم لان في ايدين ندي دايركتر صح بعدين بيتا بلوكر بعد ما تروح بيتا بلوكر لما يبقى ايه الحاله ايه خلاص اللي هيبتدي بيتا بلوكر اللي يكتب مثلا بيتا بلوكر وقتها او يكتب لي بيتا بلوكر افتر امبروفمنت بيتا بلوكر افتر امبروفمنت ماشي يا شباب هي دي الحالات اللي ايه اللي هيجي زيها مفيش اكتر ده ايه المودلز اللي هتيجي فيها ماشي فيري شورت فيري شورت كيس وخلي بالك الداتا اللي مش موجوده جدال نيجاتيف نيجاتيف ماشي الداتا اللي مش موجوده ان محدش يقعد يفكر يقول لي ما قاليش ما كتبش يبقى عنده لا بس تروح تكتب مش هتكتب سيفير لو سيفير راح تكتب سيفير الاسئله هتيجي واضحه جدا 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 خلاص وتخلوا بالكم يا شباب الايه اللي لازم تعرف بنبتدي بايه والاسيشن واضح يا شباب شو جاي؟ الكريم